سي احمد يوسفي مدرب الاتفاق المراكشي، اليوم حضرنا في المباراه ديال الديربي ديال الهوات بمدينه مراكش بين الاتفاق المراكشي والويدان. مباراه انتهت بالتعادل، كانت شويه كانت في معظم الاحيان ديالها كنت نقولوا كان فيها فرص ضائعه، تالق ديال الحراس. كيفاش شفتوا المباراه من منظور ديالكم سي احمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمقابله تاعت اليوم، احنا عرفنا بان المقابله تكون صعبه، وبالنسبه للفريق ديالنا قام بمقابله جميله، وحتى الخصم كان في المستوى تبارك الله، والجمهور اللي جا راه تفرج في مقابله مزيانه. وتنحيي الفريق الخصم بالروح الرياضيه اللي كانت في التيران. وعلى العموم الحمد لله احنا بالنسبه لنا نتيجه ايجابيه، لان تنشوفوا كي كنا وكي غادي الحمد لله نتيجه ايجابيه. كنا مزيانين فيزيكمون تاكتيكمون مونتالمون، كنا تاني مزيانين بزاف، وكان شوي 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 العياء، لان صعيب باش تلعب لحد فكادير وتجي تاني تلعب في مراكش نهار الاربعاء والحد الجاي تاني لاعبين فكادير، الله يكون في عون اللعابه. بالنسبه لي سي تنشوف انه النهار توليتي القياده او التدريب ديال الفريق، تنشوف انه تبارك الله غادي في خط تصاعدي. ممكن يقولنا السر ديال سيليسي باش انه رد الاتفاق من المراكز المؤخره حتى انه تجو المكلاسي دابا تروازيام كاتريام؟ الحمد لله. المهم الحقيقه ماشي السر، هو السي هشام الطلباوي مشكور من المنبر، هو اللي خدم، انا عيد مكمل، انا عيد تنكمل الخدمه اللي خدم السي هشام الطلباوي. في الحقيقه الدراري مشكورين. في مقابله تنقول لهم ماشي مفروض عليكم تربحوا، مفروض عليكم ديروا داك الشيء اللي خصو يدار، وخليوا الكره هي واللي بغات الكاميرا على الله. فاش حتى الانسان بحال هكا الا خرج تعادل ولا خسر تيخرج مرتاح. حنا دابا خرجنا مرتاحين لان كنا مزيانين في التيران، هذا هو السر اللي كاين. والحمد لله، اللهم لك الحمد، كلشي من فضل الله تعالى، وتنشكر السي صابر من هذا المنبر هذا.
سي محمد تيكيدا مدرب جميع الرياضه الوداد اليوم في الديربي ديالكم ديال مدينه مراكش اللي جمع بين الاتفاق المراكشي والفريق ديالكم الوداد، كيف تشوف المباراه انتهت بالتعادل وكانت شويه كنقولوا مرخوفه في بعض الاحيان، بعض المرات يكونوا محاولات اللي كان فرص ضائعه بزاف في هذه المباراه. وكانت فرص ضائعه لكلا الفريقين لانه مقابله الديربي كي قلتي، مقابله ديال الاصدقاء تعرفوا بعضياتهم، مقابله كذلك ردت الاعتبار لانه الدراري كانت عندنا اون بريسيون ديال المقابله اللي دازت، الدراري بغا يردوا نفسيتهم اولا. كانت مقابلة تنعتبرها انا مقابلة لانه ماشي الملعب ديالنا، تنعتبرها مقابلة خارجة، فهي مقابلة ايجابية في كلا الحالتين لانه الدراري خرجوا من لابريسيون اللي كانت عليهم. وكانت عندي شيء قراءة اخرى للخصم انني كنت غنخدم على لو كوتي فيزيك في اخر مقابلة لولا انه تصاب اللاعب كذلك توشا، فدائما عندنا اعطاب في هذا مشكل ديال اللاعبين في بروفيسيونيل فبالاحرى اللي هو فاش يكونوا خارجين عندك سته لاعبين المصابين، فشيء ايجابي انك تشوف مقابله فيها لاعبين اللي تخلفهم لاعبين اخرين. وتنهني الخصم كذلك لانه كان عنيد، وكنهني التحكيم كان ممتاز، وتنهني الجمهور كذلك اللي شاف مقابله ممتازه وكانوا دي فاس دو جو اكستراوردينير، كانت تكتيكمون كانت مزيانه، تكنيكمون كانوا دي جوار اكستراوردينير في التيران. بالنسبه للاخطاء اللي ترتكبت فهي كانت اخطاء اللي ممكن انه تقلب المقابله لولا التسرع بعض الاحيان او كذلك قله التجربه بعض اللاعبين.